السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد معاكم علاء. والنهارده هنتكلم عن مواقع تجيب منها موسيقى لفيديوهاتك. اول موقع معانا وهو موقع ارتليست. ارتليست ده انت بتدخل على الموقع دي، بتكون الواجهة الرئيسية ليه اول ما بتفتحه بالشكل ده. بتدخل مثلا بتشوف المود بتاع الفيديو بتاعك ايه هو، تمام؟ نيجي رايحين جايين هنا على المود. عندك مثلا هنا باورفول، هابي، فاني، كيرفري، لاف، بلايفول، جروفي، سكسي، هوبفول، بيسفول، ايا كان بقى المود بتاع الفيديو بتاعك انت عايز ايه. تعال مثلا لو نقول باورفول مثلا ونختار دي التراكس اللي نزلتنا هنا، تمام؟ انت مثلا عايز للتراك ده مدة معينة، عايزه دقيقة، نص دقيقة، دقيقتين، ايا كان بقى انت عايز مدته قد ايه. تروح جاي هنا كده على الحتة دي وتختار المدة بتاعته من صفر لحد معاك نقول مثلا حاجة 2:40 مثلا كده. عمل سيرش وطلع لنا الحاجات بالمدة اللي احنا عايزين نيجي ونسمع. زي ما احنا اخترنا نعمل حاجة في المود بتاعتنا والسرعة بتاعتنا، لا حاجة هتمشي مع المود اللي احنا اخترناه بالظبط. ماشي، دي اول حاجة. مثلا هنا عندنا عايزين التراك ده بالمدة مثلا اللي هي من 15 2:40، عايزين نختار له سرعة معينة. رايحين جايين هنا على اني تيمبو ونختار مثلا السرعة بتاعته، عايزينها بطيئة، وسط، سريعة، فنختار احنا عايزينها ايه. ولو نقول مثلا عايزينها ميديا، نختار ميديا. طلعت لنا التراكات دي، تمام؟ رايحين مثلا مختارين تراك على السرعة اللي احنا عايزينها زي ما اخترنا من شوية. دي السرعة الوسط اللي احنا اخترنا عليه، تمام؟ عايزين مثلا تراك من غير صوت. في هنا تراكات زي التراك اللي هو اسمه 1 ده، هو عمال يقول 1 1 1. انت عايز التراك ده من غير صوت مثلا، تروح جاي هنا على السهم ده نضغط عليه وهنلاقي 1 انسترومنتال فيرجن، النسخة يعني اللي هي ميوزك بس. ونشغل نسمع اهو. هنا ميوزك بس اهي، في الاول كانت مجرد انترو بس كلمة 1 في الاول دي في التراك الرئيسي بقى اهو بيغني علينا. وهنا ده الانسترومنتال اهو غير صوت خالص، مجرد ميوزك بس لا عايز تستخدمها في حاجة. غير كده بقى بتلاقي عندك هنا الفيديو تيم مثلا، على حسب بقى انت عايز مثلا سيارة الفيديو بتاعك ايه وهو هيطلع لك حاجة. عايز مثلا هنا فيديو افراح مثلا ويدنج، ونشوف كده اهو. نجرب حاجه تانيه على حسب بقى المود اللي انت عايزه. في هنا برضه هتلاقي في الفيديو سي ام دي حاجات تانيه، مثلا فيديو دوكيومنتري، عايز له ميوزك، فود، تايم لابس، تكنولوجي، بزنس، ترافل، فلوجات، اي حاجه عايزها هتلاقي هنا الميوزك بتاعتها هنا موجوده، تمام؟ لو برضو مش عارف تختار الميوزك اللي انت عايزها تروح اقفل الفيديو سين دي تختار الجنرال. هنا انت بتختار نوع الميوزك اللي انت عايزه وتسمع وتجرب. وفي هنا الانسترومنت ده انت على حسب الاله بقى اللي انت محتاجها في الفيديو بتاعك مثلا او في التراك اللي انت عايزه. مثلا هنا نشوف في الانسترومنت ده هنا عايز مثلا المقطع او الميوزك اللي انا هستخدمها دي يبقى فيها مثلا بيانو، ويبقى فيها مثلا الكتريك جيتار وتلابس وسنابس والكترونيك درامز. هو كده طلع لي كل الحاجات اللي فيها الحاجات اللي انا اخترتها دي، او كل التراكس اللي فيها الحاجات اللي انا اخترتها بالتحديد دي. ونسمع. ايوه التراك ده فيه كلابس وجيتار والكترونيك درامز، بس البيانو لسه اهو البيانو بيشتغل اهو. على حسب بقى انا محتاج ايه واختار وبس كده. تاني ويب سايت معايا وهو انفيتو ماركت، تمام؟ تروح على انفيتو ماركت بتكتب مثلا نوع الميوزك اللي انت عايزها هنا في البحث، تمام؟ انا مثلا هبحث عن ايه، ساد ميوزك، تمام؟ اهو واسمع مثلا هنا اسمع التراك ده اهو، دي ميوزك حزينه اهو، تمام؟ نفس السيارة بقى اشوف انا عايز ايه وادور عنه في الموقع ده كمان اللي هو اوديو جانجل ده برضه، تمام؟ خلصنا من الموقع ده، هو كلهم بنفس السياق يعني ايا كان.
ثالث موقع معانا وهو فري بلاي ميوزك. تمام، نيجي هنا على فري بلاي ميوزك، انت بتلاقي مكتوب عندك هنا سين. اول حاجه نضغط على سين ونشوف مثلا الميوزك اللي انا عايزها لايه. انا مثلا عندي لو نقول ابقى صور فيلم مثلا وعايز ايه ميوزك تدل على الاكشن اللي فيه مثلا الفيلم ده، في مشهد مصارع مثلا او مشهد على حسب زي ما انا عايز بقى اختار. مثلا هلاقي هنا فيه هو عامل لك هنا اكتر من حاجه، جايب لك لاف سينز، اتنشن، ايموشنال سينز، اكشن سينز. انا لو مثلا هختار ان انا الحاجه بتاعت لو اللي انا عايز لها ميوزك دلوقتي فيها مشاهد اكشن، هختار اكشن سينز دي. تمام، دي التراكس اللي طلعت لي اهي، واسمع ميوزك في نفس السياق اللي انا محتاجه. في نفس السياق بالظبط اللي انا اخترته ونفس الحاجه اللي انا محتاجها بالظبط. وتالت موقع معانا وكلنا عارفينه هو ساوند كلاود. ساوند كلاود انت هتدخل عليه عادي وتكتب اللي انت محتاجه بالظبط، راح داخل كاف السيرش وتكتب مثلا لو هنقول برضو ايه ساد ميوزك، اهو ساد ميوزك اهو هيطلع لي. بص بلاي ليست مثلا ايه حاجات لناس مثلا هم منزلينها، واسمع اهو اشوف هيطلع لي ايه برضو. وكلنا عارفين احنا بنحمل ازاي من ساوند كلاود، يعني ساوند كلاود غني عن التعريف طبعا. كده تمام كده خلصنا من اللي هو الايه الساد ميوزك اللي احنا عايزينها. تمام، او الاربع مواقع اللي في الاول معانا. الخامس موقع معانا هو موقع اليوتيوب. طبعا كلنا عارفين يوتيوب، بس انا ليه جيت على اليوتيوب عشان هقول لكم دلوقتي. يوتيوب انت لو مثلا في تراك معين انت سمعته، اغنيه معينه انت سمعتها وعايز الميوزك بتاعتها بس، ممكن تجيبها من اليوتيوب تحديدا. هقول لك تعمل ايه. مثلا انا دلوقتي في الاغنيه اللي هي اسمها ساد بتاعت اتش 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 تنتاسيون. تمام، هشغل لكم الاغنيه وانا مثلا عايز الميوزك بتاعتها دلوقتي، اهو اسمعها ونشوف انا عايز دلوقتي الميوزك بتاعتها وهجيبها. ماشي، دي كده الاغنيه اهي. تمام بس اهو تمام، هو كده بيغني اهو. انا بقى عايز الميوزك دي من غير صوته، يبقى هروح جاي كده زي ما انا كاتب بالظبط هنا ساد اكس 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 تنتاسيو، اروح جاي جنبها واكتب نسترو منتا. تمام، نضغط سيرش هيطلع لنا مثلا اول تراك ده ونشغل اهو. تمام اهي نفس الميوزك او مقاربه ليها شويه على نفس اللحن بتاعها، بس ميوزك بس من غير صوته، بيبقى بروديوسر واحد يعني هو اللي عاملها وبس. اهي بالظبط نفس الميوزك بالظبط. وبس يعني كده يكون خلص فيديو النهارده، واتمنى تكونوا استفدتوا حاجه. انا عارف ان الفيديو ده انا ما اديتوش حقه كفايه وما اهتمتش بالمواقع دي قوي في النشر عنها، بس يعني انت ادخل واكتشف المواقع دي وهتلاقي على اي ميوزك انت تحتاجها في اي فيديو انت محتاجه يعني. تمام، يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة.